أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول الشيخ صالح يطلب أصحاب بعض الحملات مبالغ خيالية للحج معهم، ونحن لا نستطيع أن ندفع هذه المبالغ، فهل تأخيرنا للحج فيه شيء من الإثم؟ إذا كنتم لا تستطيعون التكاليف فليس عليكم حج، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا. أنتم لا تستطيعون التكاليف مؤونة الحج، لكن الحملات يجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تراعي أحوال الحجاج ولا تثقل عليهم، وعلى الجهة المسؤولة وهي وزارة الحج أن تدقق مع أصحاب الحملات ولا تتركهم يتلاعبون في الناس. نعم.